نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم في مصر جميلة. وزي ما بيقولوا كده، الحاجة أم الاختراع. العالم كله اتعرض لجائحة كورونا، كثير من الوفيات والإصابات في العالم كله، والحقيقة أنه دايما العقل البشري بيحاول أنه هو يصل لكيفية حماية نفسه يعني وحماية المجتمع. النهاردة معانا مخترع مصري قدر أنه هو يصمم روبوت اسمها كيرا روبوت، وان شاء الله باذن الله تساهم بشكل كبير جدا في حمايه الاطقم الطبيه. تفاصيل اكتر عن الموضوع من خلال لقائنا مع حضراتكم وضيفنا النهارده المهندس محمود الكومي، مهندس انظمه ذكيه ومخترع لكيرا روبوت. اهلا بك، صباح الفل. اهلا بيك معانا. والحقيقه طبعا هو اختراع عظيم هيحمي ناس كثيره جدا ان شاء الله. كلمنا في الاول على مجال دراستك. تمام، انا اولا خريج كليه هندسه جامعه طنطا، تخصص ميكاترونكس وروبوتكس وسمارت سيستمز. يعني مبدئيا الفكره كانت يعني حاولت ان انا ازاي اساعد في الجائحه في مجال تخصصي ازاي. طبعا يعني من اكتر الحاجات اللي كانت بتحصل اليومين دول اللي هو اصابه الانظمه او الاطقم الطبيه، لان الفيرال لود بيكون عندهم عالي شويه او اختلطتهم بالمصابين يعني أكثر. بيكون اكتر من اي حد تاني. فمن هنا جت الفكره. في يعني من حوالي شهرين ونص بدات طبعا ان انا اقدر ازاي ان انا اصمم روبوت او نظام ذكي يقدر ان هو يعمل ديستانس ما بين الاطقم الطبيه والبيشنتس او المصابين. مراحل التنفيذ كانت ازاي؟ اوكي، مراحل التنفيذ اولا يعني الفيرست ستيب طبعا الايديا اللي هو ازاي الفكره ايه اللي هيحصل. تاني حاجه اليات الفكره دي هتنفذ ازاي، التمويل بتاع البروتوتايبنج نفسه، لان البروتوتايب ان انا كمان هو في هيكون في مشكله تمام، او ان الروبوت معمول لمرحله طوارئ. هي دي صوفيا؟ هي دي كيرا. بص معانا كده في ال اوكي. كيرا ده كيرا روبوت الفيرجن 2. طبعا هو مر بكذا فيرجن في ريسيرش، فيرجن 1 فيرجن 2 دلوقتي اللي موجود دلوقتي تمام، فيرجن 3 جاري تطويره دلوقتي، وصلت فيه حوالي 80% منه، وهو ده الفاينل فيرجن المفروض يعني ينزل الخدمه ان شاء الله. بس يعني دي بالنسبه للمراحل، يعني مراحل التطور هتخدم في ايه؟ يعني فيرجن 3 هيبقى معدل في ايه؟ اوكي، طبعا يعني اتكلم الاول عن فيرجن 2 تمام اللي هو الموجود حاليا. هو اولا ليه مهام استكشافيه ومهام وقائيه، بيشتغل في اكتر من لوكيشنز، ملم غالبا بال او ديزايند فور الكوفيد، مخصص للكوفيد. هو مخصص للكوفيد، وده اللي ميزه عن روبوتات تانية في العالم، ان معظم الروبوتات التانية في العالم كانت معموله قبل كده قبل الكوفيد. ويعني روبوت بيوصل في المطاعم، روبوت بيستخدمه البوليس، وبعد كده اتطوع لخدمه الخدمه في الكوفيد. لكن ده يعني ميزته ان هو تصنف يعني هو تم تصنيعه خصيصا للكوفيد بالظبط فروم سكراتش. طبعا هو في اللوكيشن الاولاني ان هو بيشتغل في المستشفيات او المؤسسات الطبيه تمام. تاني حاجه في اماكن التجمعات. بالنسبه للمستشفيات بيقدر طبعا ان هو يعمل ديستانس ما بين الطاقم الطبي والمرضى تمام. ده اولا بيسيف حياه الناس او حياه الطاقم الطبي. تاني حاجه من الناحيه الاقتصاديه ان هو بيوفر يعني المهمات الوقائيه اللي بيلبسها الطاقم الطبي كمان، لان يعني كان في مشكله في الناحيتين. طبعا بيعمل المرور وبيقيس الوظائف الحيويه للمريض من على بعد. طبعا في خاصيه التحكم من اي مكان في العالم، وبالفعل عملنا التجارب ديت من لبنان ومن انجلترا ومن الصين، وكلها كانت تجارب ناجحه من اول مره الحمد لله. طبعا ده بقى بيتيح ان الطبيب بيتحكم فيه يعني من بيته من دوله ثانيه ايا يكن يعني. بلس ان هو كمان في الكنترول بتاعه ان هو يقدر يشتغل ذاتيا بدون تحكم الطبيب، لكن في بعض الدول بتسمح بكده وفي بعض الدول لا تسمح. يعني الاتحاد الاوروبي بيسمح، امريكا لا تسمح بالكلام ده، لازم يكون في تدخل بشري او تحمل مسؤوليه
شخص. هتحمل مسؤوليه المريض على بشري الطبيب. طيب يعني بيعمل ايه تاني؟ بيعمل المسحات او السويبس. يعني بتبقى في مشكله ان انا يعني الفني اللي بياخد المسحه او الطبيب اللي ياخد المسحه ديت ممكن معرض للاصابه. تمام. فطبعا الروبوت بردك بياخد المسحه. بالنسبه لفيرجن 2 كان بياخدها ذاتيا او اوتونوماس. طبعا بياخدها من الفم. تمام. بعد كده اتطورت شويه للانف. تمام. وبقت كمان بياخدها يعني حركه الطبيب بالظبط، بقت بتحاكي حركه الروبوت. نفس حركه الطبيب بتتنقل بالظبط، يعني الطبيب حرك ايده كده. تمام. الروبوت بيتحرك بالظبط زي الطبيب. بلس ان هو بيبقى فيه كمان سنسنج، يعني سنسنج السويب اللي هي داخله للانف دي. تمام. كمان بيحس بيها من على بعد، اللي هو هنا يعني مثلا خلاص هنا ستوب مثلا. بلس بقى يعني غير حته جربتوها على طبعا بني أدمين. يعني جربناها كذا مره يعني الحمد لله النتائج يعني بنسبه 90% يعني كلها تمام ما شاء الله. غير كده طبعا يعني ان طبعا بيبقى في عامل او خطا بشري. تمام. فده طبعا يعني ده بنطوره دلوقتي في فيرجن 3 بالاشتراك مع الجامعه اليابانيه المصريه. ان ازاي يبقى مثلا لو الطبيب غلط بيحصل اخطاء بشريه، اللي هو مثلا لو حط المشرط هنا. لا طبعا الموضوع ما بيكونش دايركت للميكانيكال سيستم. تمام. بيخش الاول على فول تانل ومراحل الذكاء الاصطناعي للروبوت، اللي هو الروبوت بياخد قرار. تمام. اللي هو لا انت يعني انت مش الطبيب ده مش صح، صح ولا غلط. تمام. انا اصلا الفكره بالنسبه لي بتخوفني مبدئيا. لا ما هو انا كمان يعني طبعا باخد فيدباك من الاطباء او الموجودين في مستشفى العزل وبصور دايما. خلاص ان انا باخد فيدباك من المرضى نفسهم او المصابين بالكوفيد. من اكثر الحاجات اللي هو الناحيه النفسيه والناحيه المعنويه عندهم، اللي هو يا جماعه لو انا اثق ازاي في الاله. لو روبوت جه كشف عليك بدل الانسان بقى. هو طبعا ما بيبقاش في اختلاط، يعني ما طبعا المريض ما بيجي بيتعمل له حجر وما فيش بشريين بيختلطوا بيه، فدي نفسيا بتبقى متعبه بالنسبه له. بلس كمان ان احنا نجيب له روبوت يعني يعني فطبعا الروبوت مصمم كهومونايد روبوت او شكل بشري زي ما يعني زي ما موضح في الفيديو. بس كيرا شكله يخوف. لا بس يعني برضك بيبقى معدل برضك. غير كده ان هو يعني الروبوت كمان يعني في حته الانترتينمنت او حته الترفيه، ان هو بيقدر يتكلم مع المريض، يقدر يهزر معاه، كمان يقدر كمان يشغل له اغاني. بصوت الروبوت بصوت الروبوت طبعا. تمام. يقدر كمان يغني كمان الروبوت ليه. أوكي. يعني كان محمد صلاح كان في عيد ميلاده اللي فات كان عملنا كان بيغني موسى صلاح وبعتناه له برضه. فحاجات شكل كده اللي هو انا بقدر كمان بركز في نقطه كمان المعنويه للمريض، لان دي بتكون يعني محتاجه تظبيط برضه، يعني مش مجرد طبعاً. اللي هو يعني اكيد انت طبعا عملت براءه الاختراع والاختراع ده مصري بالظبط. من شهرين ونص بدايه من اول الاسابيع الاولى ان انا بدات اتجهت لاكاديميه البحث العلمي مكتب براءه الاختراع المصري وسجلت براءه اختراع وطنيه، وحاليا بنعمل البيس تي او براءات الاختراع في كل دول العالم تحت رعايه وزير التعليم العالي استاذ دكتور خالد عبد الغفار واستاذ دكتور محمود صار رئيس الاكاديميه. وطيب لما يدخل الروبوت في الخدمه، يعني انت يعني بتعدل فيرجن 3 علشان يبقى متطور واحسن من فيرجن 2. أوكي. لما ان شاء الله باذن الله تنتهي يعني ليه تنفيذه بقى هيبقى ايه؟ ماس برودكشن ولا حاجات سيلكتيف كده نجربها ونشوف الفيدباك بتاع الناس؟ يعني هيدخل حيز التنفيذ ازاي؟ اوكي. هو مبدئيا احنا يعني احنا بنعمل دلوقتي فيرجن 3 سترينثنج الموضوع، بحيث ان الروبوت هينافس عالميا، هينافس دول كبيره وشركات كبيره جدا. هو اولا الروبوت تصنف لحد دلوقتي عالميا، فيرجن 2 تصنف عالميا حسب وكالة رويترز، كان مصنف الثاني عالميا من وسط الروبوتات الطبيه. كان وده كان يا شيء يدعوني بالفخر، يعني كان مصر طبعاً يعني كل المصريين لأن روبوت يعني بامكانيات بسيطه. هو اولا يعني 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 ما يعني ما دخلتش فيها، ما جبتش حاجه من بره يعني حتى لا تصنيع محلي. لا حتى انا كنت مجبر على كده، انا كنت عايز اجيب حاجات من بره بصراحه. تمام. لكن الجمارك يعني في حاجات واقفه فيها لحد النهارده،
فالدنيا بدات بحاجات لوكال او حاجات محليه. على فكره هي دي العبقريه يعني هي دي عبقريه المصريين ان احنا لا يعني لما بتتحط في الموقف بتلاقي البدائل بالزبط. تقدر تحلها. فطبعا يعني والله يعني طبعا الحمد لله بتوفيق ربنا وبمساعدات فريق جميل جدا معايا من الشباب الصغير برضو، حابب اذكر اسمائهم عبد الرحمن واحمد 15 سنه و16 سنه ما شاء الله. لا هم انا عندي اكاديميه لتعليم النشأ اصلا او تعليم النشأ الابتكار والصناعه من حوالي 6 سنين، فهم من انتاج الاكاديميه او خريجين الاكاديميه، فهم طبعا طبعوا معايا كفريق طبعا بلس طبعا يعني الناس اللي يعني اللي في ناس ساعدوني اعلاميا، ناس ساعدوا الموضوع يظهر للنور. طبعا اتكلم عن الروبوت كمان ستيف ديفيس كوشير للمنظمة الصحة العالمية، كان اتكلم عنه في اخر مقال ليه من من ابرز الاسهامات التكنولوجية في للكوفيد في العالم. كمان اتكلم صامويل ماسي اللي هو رئيس التنميه الافريقيه الاقتصاديه لرياده الاعمال، وده تواصل معايا شخصيا، لسه متواصل معايا امبارح ككول. لا طبعا الابتكار ده مصري تمام وصنع في مصر، وزي ما يعني قناه السويس كانت هديه مصر للعالم يعني، فانا يعني حابب ان القياده السياسيه في مصر وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يعني يتمنى الموضوع ان هو يكون برضو هديه مصر الثانيه للعالم في مجال التكنولوجي يعني. طبعا يعني لحد النهارده يعني لحد امبارح يعني صوره الروبوت او صورتي مع الروبوت كان طلع في روسيا فوت اوف ذا داي او صوره اليوم يعني. فدي برضك يعني حاجات يعني طبعا يعني انا مبسوط جدا ان انا شرفت مصر وشرفت سيادته، واتمنى ان انا يعني انا بكمل دلوقتي طبعا في التطوير ومش واقف، ما وقفتش خالص طبعاً. برغم اي معوقات تمام. طبعا يعني سيادته دلوقتي يعني في بيعالج ملفات خطيره جدا يعني في كذا ناحيه سياسيه وناحيه اقتصاديه، ويعني ربنا يعينه طبعا. واحنا كلنا جنود في الوطن، كل واحد في مجاله يعني طبعاً. فانا في مجالي يعني بحاول ان احنا إن يعني يعني, يعني, يعني نحاول يعني ايه اذا كنا شرفنا مره مصر مره نشرفها في حاجات تانية أكيد. مش لازم في الكوفيد كمان يعني بعد كده في مجال التكنولوجي، ان احنا ان مصر ان انا يعني حلمي اصلا عايز ان مصر يعني تبقى دوله مصدره للتكنولوجي، مش مجرد انها تكون مستهلكه، ودي بنعتبرها فيرست ستيب او لو حتى كانت ستيب صغيره بس يعني لا هو بدايه كل حاجه بحلم وبدايه النجاح خطوه، والحمد لله انت حلمك جميل يعني وبيخدم البشريه وخطيت خطوات فيه وقدرت ان انت تطلع كيرا روبوت اللي بيخدم يعني قطاع كبير جدا من القطاع الطبي. طبعا يعني هل تقدر تقول التكلفه بتاعت كيرا تكلفت قد ايه؟ هو التكلفه انا مش عايز اقول رقم تمام، ولكن يعني مهما بلغت تكلفته تمام مش هيكون على قد يعني تكلفة بشري تمام، هتكون ارخص بكتير من ان احنا نخسر بكتير حد جداً من الاطباء جدا جدا تمام، بلس ان هو كمان بيوفر في المهمات الوقائيه تمام صحيح. فدي من ناحيه يعني المهمات الوقائيه دي يعني لما عملت احصائيه عن الموضوع تمام لا لقيت الموضوع يعني مكلف جدا جدا بالنسبه للدوله، وكمان مش بيلاقوا كمان الـ يعني السورس اللي بيجيبوا منه، فدي دي مشكله برضك كبيره جدا تمام. الدوله دلوقتي المصريه في حاله نمو تمام، فطبعا يعني انا يعني بدعو كل الناس يعني او كل الشباب اللي يقدر يساعد في حاجه يساعد في اي مجال يعني في مجال تخصصك عموما اللي تقدر تعمله، ساعد بديا ساعد معنويا بكلمه ما تحطمش ساعد لو معك فلوس ساعد في المستشفيات اتبرع طبعا. يعني اللي تقدر تساعد فيه ساعد، ودي الحمله اللي احنا بدانا فيها من روبوت يعني حمله لو تقدر تساعد ساعد مؤسسه استاذ محمد عريبي، طبعا هو كان واقف معايا في بدايه الفكره، هو رئيس حزب مستقبل الوطن في امانه الغربيه طبعا، واستاذ ومهندس اشرف شاد رئيس الامان العام لحزب مستقبل الوطن طبعا، ناس وطنيين جدا ويعني تحت رعايه السيد الرئيس تبني الابتكار والابتكارات عموما، يعني الناس تبنوني من اول لحظه تمام لحد دلوقتي تمام. فطبعا يعني
يعني شيء كويس جدا جدا ان طبعاً. حاجه زي كده في بلدنا والناس يعني بتفكر التفكير الجميل ده يعني. والعلم المنهجي اللي يقدر ان هو يساعد المجتمع. والحقيقه هي دي طبعا رساله يعني حضرتك ذكرتها واحنا كمان بناكد عليها ونكرر ان كل حد يقدر ان هو يساهم في رفعه هذا المجتمع وتطوره. من فضلك ما تتاخرش لانه احنا بننمو وبنكبر وحلمنا ان احنا نبقى مصر الجديده المتقدمه اللي اساسها التقدم العلمي، والعلم بيحل الكثير من المشاكل وبيساهم في تحسين المجتمع والخدمات المقدمه للساده المواطنين. فدي اعتقد مسؤوليه كل حد بيحب بلده. احنا طبعا بنتمنى لك يا رب كل التوفيق وان شاء الله باذن الله على خير نشوف كيرة المصرية في كل دول العالم. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. وطبعا يعني ربنا يوفقك وان شاء الله باذن الله من تقدم لتقدم. ميرسي جدا. ميرسي لحضرتك. شكرا. نشكر كمان كل السادة المشاهدين اللي تابعونا النهارده وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر.